السلام عليكم خوتي، اليوم جيت لكم في ليبيزود السادس ديال لا بروبابيليتي. وهنا كما كتشوفوا التيتر اكزرسيس جلوبال ديال لاناليز كومبيناتوار. ولاناليز كومبيناتوار فيها لي زارونجمون، لا بيرميتاسيون اي كومبينيزون. وانا هاد سميتو فيه كلشي. غندير لكم تمرين شامل باش الى عطاكم بروف شي الى عطاكم بروف شي اكزرسيس باش تعرفوا تفرقوا بين لي زارونجمون لا بيرميتاسيون و لي كومبينيزون. المهم عندنا 3 ليتر، ليتر الاولى الثانيه الثالثه، و عندنا 5 شيفر. الشيفر الاولى، الشيفر الثانيه، الشيفر الثالثه، الشيفر الرابعه، الشيفر الخامسه. كنعرفوا بلي لي ليتر النومغ ديالهم النهائي هو 26. عندنا 26 حرف في الفرنسي يعني. وهنا هنا في التمرين عندنا 3 ليتر، يعني غنهزو 3 ديال لي ليتر ما بين 26. دونك 3 بارمي 26. وهنا هنا 5 ديال لي شيفر، و لي شيفر كيبداو من 0 حتى لتسعود، ماشي من 1 حتى 10، من 0 حتى لتسعود. يعني 5 ديال لي شيفر من 10 بارمي 10. لحقاش الى حسبتو 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني 10. يعني هنا عندنا 5 ديال الشيفر بارمي 10، 5 بارمي 10. هنا اش عندنا؟ قلنا خاصنا نعرفو واش عندنا لي زارونجمون ولا لي بيرميتاسيون ولا لي كومبينيزون. هنا قال لك 3 بارمي 26، 3 ديال لي ليتر بارمي 26، و 5 بارمي 10، 5 شيفر بارمي 10 ديال لي شيفر. يعني عندنا لي زارونجمون، عندنا ان ارونجمون. لحقاش عندنا واحد العدد قليل بين نعزوه من عدد كثير. كون كانت عندنا هنا 26 من 26 غنقولو ديك الساعة لا بيرميتاسيون. يعني حنا عرفنا دابا بلي هذا سميت الاول بلي عندنا لي زارونجمون. دابا غنشوفو واش عندنا افيك ريبيتيسيون ولا سون ريبيتيسيون في التمرين. اشنو قال لنا في التمرين؟ قال لنا في التمرين شاك بلاك كومبورت 3 لتر ديستانغ دو ا دو دو ا دو. يعني عندنا هنا في هاد لي لتر عندنا ارونجمون سون ريبيتيسيون. لحقاش قال لنا ديستانغ دو ا دو. وفي لي شيفر قال لك سويفي دو 5 شيفر نون نيسيزمون نيسيرمون ديستانغ. انا قال لنا ديستانغ يعني ارونجمون يمكن تكون بالريبيتيسيون، افيك ريبيتيسيون. دونك هاد لي ليتر قلنا ارونجمون سو ريبيتيسيون. دونك ا 3 26. وهنا هنا ارونجمون افيك ريبيتيسيون، يعني 10 و 5. يعني غنديرو ا 23 فوا 10 و 5. علاش درنا هنا فوا؟ لحقاش هنا ما قلناش او ولا شي، ما قلناش او. لحقاش الا سمعتو او يعني هي زائد، و هي الضرب. عندنا هنا شتي مجموعين، ما عندناش ديك اي، عندنا مجموعين ديريكت. يعني غندير بوز تنحسبها. هاهي المهم حسبنا عدد نهاد العدد الهائل. المهم هذا واحد الطريقة باش تحسبو هادي. هاهي كيما كتشوفو 26 فوا 25 فوا 24. لحقاش عندنا ا 26 من ا 3 من 26. هاد 26 كنشوفو هاد 3 كنتبعو ليها. 26 ناقص واحد هي 25، 25 ناقص واحد هي 24. واحد جوج ثلاثة. نعطيكم مثال آخر. أ 25، يعني غديرو 25 فوا 24 فوا 23 فوا 22 بحال هكا. السؤال اللي موراه قالولنا قالك أسيتي كومبيان بوان فورمي دانتخيكولاسيون كومونسون باغ ا زيد. قال لك اسيدي
نشرح لكم بالعربية. قال لك سيدي دابا هاد لي شي هادو هاد لي ليتخ ولي شي فخليته، وانا قال لك فهاد لي ليتخ قال لك حيدنا جوج ديال لي ليتخ من هنا ورومبلاسيناهم ب ا زيد، رومبلاسيناهم ب ا زيد يعني غيولي عندنا بحال هكا ا زيد، غتبقى ديك لي ليتخ ثلاثة لحقاش. قال لك حيدنا جوج ورومبلاسيناهم بلاص ا وزيد، بعد بقى عندنا ليتخ ثلاثة، وبعد بقى الشيفر الاولى والشيفر الثانية والشيفر الثالثة والشيفر الرابعة والشيفر الخامسة. هادي كيما كتشوفها بقات هي هي، وديجا قلت لكم ها هي كتساوي 10 أس 5، يعني 10 أس 5. وهنا قلنا ان في التمرين اي هي و، يعني فو كون عندنا او غنديرو زائد، ولكن عندنا اي. وهنا قال هنا كما كتشوفوا هنا غنديرو بعد هاد ا شحال من اللي دخلنا، عندنا واحد اللي دخل اللي هي قلنا ان انا حي قلنا حي لنا واحد دو ليتر لحقاش عوضناهم باجي، يعني بقى لنا واحد ليتر، والليتر قلنا ان المجموع ديالهم هما 26، 26 حرف الفرنسي لنا، يعني الى حيدنا منهم هاد الجوج بتبقى 24، يعني وعندنا هنا واحد، يعني واحد من 24. وعلاش اصلا حيدنا هادوك الجوج؟ لحقاش ما عندناش ان ريبيتيسيون، ما عندناش ريبيتيسيون، داكشي علاش حيدناهم. السؤال اللي موراه بحالو غير هو، قالنا عزينا جوج، جوج ديال لي ليتر، يعني الى عزي و هادوم فيكسين، هادوم فيكسين يعني 10 أس 5. قال لك زعما عزينا جوج، هنا في الاول عزينا وحده، والسؤال الاخر قال لك عزينا جوج، يعني غنديرو جوج ما بين 25. السؤال اللي موراه قالنا هاد ا هادي هاد ا هاد ا كاينه في هنا، ولكن ما حدوش لنا بالضبط فين كاينه، واش كاينه في هنا ولا في هنا، في الوسط ولا في هنا. يمكن تكون انا في الاول كاينه عند الشمال، يمكن تكون هكا زيد ا اي 3، يمكن تكون زيد اي 3 ا، يعني ان ثلاثه ديال الاحتمالات في هنا، يعني هاد ثلاثه ديال الاحتمال غنضربهم في هاد سميتو، غنجي هكا ثلاثه فهاد لي ريزولتا اللي خرجت لنا قبل، ثلاثة فوا أ 25 فوا 10 أس 5. السؤال اللي موراه قالك إن ماتريكيل كيسالي بواحد جوج ثلاثة كيما كتشوفو هنا، أ إل جوج إل ثلاثة سي واحد سي جوج، ما درناش سي ثلاثة سي ربعة، كيسالي قالك بواحد جوج ثلاثة. هنا غناخدو غنديرو 10 أس 2، لحقاش عندنا دو شيفر، الشيفر الاولى والشيفر الثانيه، وقلنا لي شيفر كاينين من 0 حتى 9، يعني 10، يعني عزينا 10 جوج من 10، 10 أس 2. وهادي راه ديجا حسبناها اللي قلنا خدينا جوج ديال لي ليتر ما بين 25. لحقاش انا قلنا جوج ديال لي ليتر ولي ليتر قلنا فيهم 26، يعني 26 وانا خدينا غير جوج، غنقصو 26 غنقصو 26 من هاد واحد اللي ما عندناش فيه الليتر، يعني 25 ديال حسبناها، يعني قلنا الضرب هنا، يعني ا جوج من 25 فوا 10 أس 2. حسبوها راه غتلقاو راه كيما قلت لكم، الا بغيت تحسبوا هاد ا جوج 25، عندنا هنايا جوج يعني 25 نضربها في 24 بحال هكا فوا 10 أس 2. المهم كنتمنى هاد ليكزيرسيس جلوبال تكونوا فهمتوه، و الى عندكم شي اقتراحات ولا انتقادات قولهم ليا، وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي سيغ يوتيوب، و بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، و نزلوا لتحت الديسكريبسيون غتلقاو لاباج فيسبوك ديالي راه فيها التمارين كاملين ديال البروبا، ديروا ليها لايك، و الى عندكم شي تمرين ولا شي اكزيرسيس شاركوه معايا نقدو جميع. كما قلت لكم ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. دمتم في امان الله.